مواقف ملتبسة باتت هذه المرة أقل مواربة تبدت بحضور ممثل موسكو وطهران في مقدمة مراسيم تتويج المجلس السياسي للإنقلابيين. الحضور الروسي والإيراني هذه المرة بدا تعبيرا واضحا عن حجم الصراع الدولي الذي تخوضه الدولتان في اليمن، استمرارا لعملية تحالف بينهما ضد مصالح شعوب المنطقة وانحيازا للميليشيات الطائفية في كل من العراق وسوريا وأخيرا في اليمن. نتمنى الغموض في الموقف الروسي أو في تباينات التصريحات التي أدلى بها القائم بأعمال السفارة الروسية في صنعاء خلال حضوره حفل الإنقلابيين في القصر الجمهوري، جاء مناقضا للموقف الذي أعلنه السفير الروسي المتواجد في موسكو والذي عبر فيه عن موقف بلاده الرافض لأي خطوات أحادية في اليمن، وهو ما يعد امتدادا لحرص موسكو على البقاء على مسافة سوية من الشرعية وإن بدت متناقضة مع رؤيتها للحل التي تؤمن بضرورة إشراك المخلوع والحوثيين في أي صيغة مستقبلية للحل. الموقف الإيراني كان أكثر تشدداً وهو يحتفي بخطوة الإنقلابيين في إعلانهم للمجلس السياسي الذي يبدو أنه تم بإيعاز إيراني انتهى بوصف ما حدث بالإعلان الذكي. لا يأخذ التصريح الإيراني الروسي شكل المفاجأة، فهو بمثابة التجلي الأخير في مسلسل الاحتضان الكامل لميليشيا تنظر إليها باعتبارها أهم مصالحها في خاصرة المنطقة. لكن في موازين السياسة فإن تصريحاً كهذا في لحظة كهذه كمن يصب الزيت على النار. الحكومة اليمنية اعتبرت الموقف الإيراني تدخلا سافرا وأكدت على لسان مسؤول في وزارة الخارجية أن تصريح المتحدث الإيراني تجاه الإجراءات الأخيرة للإنقلابيين يمثل تأكيدا على استمرار الرغبة الإيرانية في إطالة أمد الحرب. ليس واضحا ما إذا كان الحضور الروسي بداية تحول في المواقف التي تبدي الحكومة اطمئنانها لها، وما إذا كانت مجرد رسائل لدول التحالف تتجاوز تطورات الشأن اليمني وتمس الملف السوري. لكن المؤكد أن روسيا تعمل بوجهين مختلفين وتنتهج كعادتها سياسة توسيع دائرة نفوذها عبر الحلفاء المتمردين في الغالب. الموقف الإيراني والروسي الأخير استبق لقاء خماسيا لوزراء خارجية الدول الكبرى في العاصمة السعودية الرياض. بحسب مصادر دبلوماسية فإنه من المقرر أن يناقش الاجتماع الأزمة اليمنية والسبل السياسية لحلها وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية. هذه اليد الضالعة في تشجيع القاتل على البقاء والاستمرار في سفك الدماء لا تبدو مطمئنة، وعلى الأرجح تقف على مسافة واحدة منه. لكن السؤال ما إذا كانت دول المنطقة جديرة بوضع حد لها أو على الأقل ثنيها.